guys. أجواء العيد فيها فرحة بس منقوصة بعدم طلوع التصاريح إلنا بمنع السلطات الإسرائيلية تقديم التصاريح. احنا بنستنى العدد الاكثر من هيك، انه طلعنا اكثر من 200 اكثر من 500 يطلع لكل المسيحيه انهم يحتفلوا هم وابنائهم في مدينه بيت لحم. احنا نفكر انه كل انسان من غير النظر اذا مسيحي مسلم له ويهودي له حق اللي بيصلي في الاماكن المقدسه لدينه، فاحنا مسؤولين مش لكل المجتمع، احنا مسؤولين للمسيحيين هون لغزه ان نطلب من اجلهم، ولكن كمان نصلي ونطلب كمان انه حتى يوم بالفعل كل ناس كل انسان بيقدر يصلي في الاماكن المقدسه سواء مسيحي ومسلم ويهودي.